Nous, Sénégalais, on va tout faire pour gagner ce match. On va le prendre comme في une finale. السنغال سنبذل Ce كل que ما في وسعنا للفوز بهذه المباراة ونعتبرها بمثابة المباراة النهائية. نعلم أن غامبيا لديها لاعبين رائعين، أعرف موسى باو جيدا وأعرف عمر كولي جيدا، هؤلاء لاعبون مهمون جدا لبلدهم. لدينا أيضا لاعبون رائعون، سواء كان بابي مطر سار، سواء كان إدريس جانا جاي ونام باليس ميندي، فقد عادوا إلى التدريب منذ وصولنا هنا. كان بالو تروي يعاني من إصابة طفيفة، كان بالو توري يعاني من إصابة طفيفة، لقد حافظنا عليه لكنه عاد إلى التدريب. نعتقد أننا سنستعيده الأسبوع المقبل. يوسف سبالي ركبته أيضا بخير، وأعتقد أن الأطباء أرادوا المحافظة عليه لأنه شعر أيضا بالآلام، لكننا نأمل حقا أن نتمكن من استعادته بحلول الأسبوع المقبل. لذا تذكر فقط أن غانا قد عاد. نحن متفائلون إن شاء الله.